إذن كما تشاهدون خلفي قصف من قبل طيران الاحتلال الروسي يستهدف الأطراف الغربية لمدينة إدلب. طبعا كل هودي العوائل هي هون ساكنة بالقرب من المكان المستهدف، هاي المزرعة. طبعا 4 غارات من طيران الاحتلال الروسي من ساعات الصباح الأولى استهدفت هاي المنطقة، المنطقة مكتظة بالمدنيين كلهم مهجرين. من وين حضرتك؟ انا من المعرة. من معرة النعمان. معرة النعمان. صار لك ساكن هون؟ صار لي بطلع سنتين هون. سنتين، انت ولادك وهيك؟ انا ولادي وهيك. حضرتك من وين؟ من شنان. والله من شنان. عجب ساكن هون؟ صار لي 4 سنين، بيتي مهدود. مهدود بالتوزيع. ايه مهدود خالص. مقصوف. ليه؟ ساكن هون. ايه هيك مشط شاري ما مشطنا. نعم. طبعا العالم هون ساكنين بشكل مجاني، يعني اخذين بيوت بشكل مجاني وساكنين فيها. صارت هي الغاره ادت لهلع ورعب وخوف كبير عندهم. تعال شو اسمك انت؟ سميره. شو خفتي ولا لا؟ خفتي؟ ايه باقي كلاتنا خفنا والله، شيل الجدايل. هذا الوضع وهذا الحال. نعم عم يضرب مدنيين ورحنا كلنا مدنيين.